أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم ضيفنا المميز المهندس إبراهيم. أهلا وسهلا أستاذ براء. أهلا وسهلا فيكم. ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC. شكرا جزيلا على الاستضافة. ممكن تخبرنا عنك وعن تأسيس الشركة في دولة الإمارات؟ براء إبراهيم هو مهندس صار له تقريبا أكثر من 7 سنين موظف في مجال الهوم أوتوميشن. بعدين قررت أفتح شركة خاصة فيني بال 2021، وإلى الآن الحمد لله أسسنا شركة آيفري سمارت سوليوشن، ومستمرين إن شاء الله للأمام. شو نوع الخدمات أو المنتجات المقدمة من قبل الشركة؟ آيفري سمارت سوليوشن إحنا بنقدم خدمة أكثر من إنه منتج. يقع تحت هاي الخدمة منتجات بجودة جدا عالية وأسماء عالمية في المجال، لكن بشكل عام احنا العملاء اللي يجون لعندنا، وحتى ما نسميهم زبائن، احنا عملاء لأنه العميل احنا نستمر معاه فترة أطول، من ضمن خلال فترة البناء أو خلال فترة التأسيس المبنى، بالإضافة إلى ما بعد التسليم ومثل ما يقولون برمجة النظام. فإحنا العلاقة بيننا وبين العميل اللي عندنا تستمر إلى سنوات، لذلك هو يعتبر جزء من الشركة أكثر من أنه زبون جاي يأخذ خدمة أو منتج ويطلع. وشو اللي يميز شركتكم؟ جميل جدا، مثل ما تفضلت سابقا، المميز بالشركة نحن نعطي خدمة، من ضمن هاي الخدمة هو المنتج اللي موجود عندنا. لكن شو هي هاي الخدمة اللي بتميزنا عن بقية الشركات؟ أول شيء إحنا ما بناخذ التصميم الاعتيادي للمنزل الذكي، لا، احنا بنقعد مع العميل ناخذ شو هي احتياجاته، شو هي الميزانيه تبعه، شو هي صورته للمستقبل للمنزل الذكي، بناء على اساسه بنصمم هذا المنزل او هذا النظام بناء على هاي الاحتياجات. ومن خلال فتره التركيب او مثلا البرمجه، احنا دائما على تواصل ومتابعه بشكل دائم ومستمر مع جميع فريق البناء، من كان مقاولين أساسيين، مقاولين تكييف، مقاولين كهرباء، الاستشاريين، هذا كله احنا نعمل كفريق واحد بحيث انه نقدم سيستم متكامل، منزل مثل ما العميل بده اياه وشايفه بالصورة الموجودة عنده يشوفه عنده بالحقيقة. بالإضافة فترة ما بعد البيع هي خدمة العملاء بعد تسليم النظام، اللي هي احنا القاعدة عندنا 24 ساعة، في حال كان اي في خلل ضمن النظام اللي احنا بنقدمه خلال 24 ساعة يتم حل الموضوع. بعد النجاح الرائع اللي وصلتوا له، شو الخطة المستقبلية اللي حاب توصل له؟ الأمانة دائما هذا السؤال يجي ببالي كثير، شو وين بدي اشوف آيفري سمارت سوليوشن. انا اسست آيفري مو ك مصدر للدخل أكثر من أنه شغف في المجال. فأنا أحب أنه يكون بالمستقبل كل منزل هو منزل ذكي، وهذا اللي راح يصير إن شاء الله يعني قريبا، وهذا الاتجاه اللي قام يصير بالعالم. فأنا بدي بالمستقبل أنه أشوف آيفوري حجر أساس خصوصا بدولة الإمارات، من الشركات اللي كانت من أولى الشركات اللي دخلت هذا النظام في المنطقة بشكل عام. شو الرسالة اللي بتحب تقدمها لدولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان وعلى الدعم المستمر للمستثمرين؟ أولاً أحب أوجه رسالة شكر وامتنان لجميع قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا أعتبر حالي ابن هذا البلد، من عمر أطفالي وأنا ساكن بهذا البلد، وهذا البلد موجود فيه أو الإمارات هو بالفعل نعمة. وجودنا في الإمارات هو نعمة، فما أعتقد في أي بلد آخر بالعالم في المميزات تجمع المميزات الموجودة بالإمارات. بالإضافة أنه تقديم الخدمات أو فتح البزنس في دولة الإمارات بغض النظر عن المنطقة effortless، تقدر تفتحها خلال دقائق. أنت خلال دقائق يكون عندك شركة قائمة من A to Z، خلال دقائق الرخصة صادرة. ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا معك؟
أرقام التواصل موجودة عندنا على موجودة على صفحة الإنستغرام، بالإضافة على مكتبنا موجود برأس الخيمة في أبراج الفار، وأعمالنا ومشاريعنا موجودة في جميع أنحاء الإمارات. يعني أي شخص حابي يخلي منزله ذكي ويحصل على الخدمات اللي احنا نقدمها في أي منطقة بالإمارات يتواصل معنا. شكرا كثير لك أستاذ براء، يعطيكم ألف عافية يا رب، أتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا بزن. جزيلا. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناة ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.